كل شخص تقاتله ليس عدوك، وكل من يساعدك ليس صديقك، وهذا ما علمتني إياه الحياة من أقوال البطل العالمي مايك تايسون. وقيل أيضا: أهون الأعداء كيدا أظهرهم لعداوته، وأخبثهم وأكثرهم شرا من يدعي أنه أقرب الناس إليك وأنه يرعاك ويهتم لأمرك، فتطلعه على جميع تفاصيل حياتك حتى إذا استمكن منها وعلم نقاط ضعفك أتتك الضربة من حيث لا تدري، وهدم عليك بنيانك الذي بنيته، لأنه علم أي عمود تقيمه وعلى أي شيء بنيته. فاحذر، احذر أيها الكريم وأيتها الكريمة، احذر من عدو في ثياب صديق، ولتعلم أن الصديق الذي لا يدمر شرا قد يغيره الزمن يوما ما. كل شخص تقاتله ليس عدوك، وكل من يساعدك ليس صديقك، وهذا ما علمتني إياه الحياة من أقوال البطل العالمي مايك تايسون. وقيل أيضا: أهون الأعداء كيدا أظهرهم لعداوته وأخبتهم